زي هم زي ما صاير في مصر يعني ناشطين يناير ثورة يناير ولا أصبح الكل يتفلسف، الكل يحكي في الجيش، والكل يحكي في الاقتصاد، والكل يحكي في الأمن، ونفس الشيء في ليبيا. الجميع يحكي في الجميع، كل شيء يعني يحكوا فيه. بمن تقصد لما بتقول دلوقتي ناشطي ثورة يناير؟ كثير عندكم من الأسماء اللي طالع يعني في المشهد المصري، رسامين وكاريكاتير ويعني سوشيال ميديا وناشطين وكلهم على بعضهم يعني. ما يعني أنت ضد ثورة يناير ولا كيف؟ أنت تعارض ثورة يناير؟ والله شو بنقول لك، انا يعني انا قلت لك جزء من الثوره في ليبيا والاحداث في ليبيا، ولكن لا شك الان يعني ضد الثوره في ليبيا في وضد ثوره 25 حتى يناير. لفظ الثوره اصبح مشكله، حتى لفظ يعني حتى كلمه الثوره اصبح في مشكله كبيره. يعني انت ضد 25 يناير في مصر و17 فبراير في ليبيا. المطالب الشعب موجود عنده مطالب، ومن حق الشعب المطالبه بالتغيير، وكان حالة من الاحتقان في ليبيا وفي مصر ومشهد التوريط هنا وهنا، هذا كله صحيح، لكن التغيير الزي اللي صار طريقة خاطئة. طب وجه اعتراضك بالتحديد على ثورة 25 يناير في مصر؟ هو قلت لك الفوضى العالمة اللي التي ترى أنها سببتها. سببتها، والأسوأ أن الثورة دائما تحتاج قيادة. في فبراير في ليبيا ما فيش قيادة، وفي مصر في يناير ما فيش قيادة، ولهذا قفز الإخوان وسيطروا في ليبيا وسيطروا في مصر. إلى أن جاءت أنتم عندكم حركة تصحيح في يونيو 30 يونيو تراها أنها حركة تصحيح. طبعا تصف ثورة 30 يونيو بأنها حركة تصحيح، وإلا ضاعت البلد، وبالمصري تقولوا عليها العوض ومنه العوض. فهمتوا؟ في ليبيا حصل تصحيح بالكرامة، معركة الكرامة. لولا معركة الكرامة في ليبيا كانت ليبيا أيضا في خبر، كان ضاعت. أعادت لنا الأمل والحمل عليها كبير جدا، لكن ينقصها الأداء السياسي.